رانيا. هاي رانيا. رانيا حبيبتي رانيا، قبل سبحان الله بنت حلال، قبل كم يوم حكيت وياها وعلى طول على تعرفون بي بي ام، فعلى طول انا وياها على اتصال. كانت ببيروت مع الاسف، اليوم اللي انا سافرت بيه من بيت طلعت فيه من بيروت هي وصلت على بيروت، فزعلت هوايه وما شفتها، بس ان شاء الله رايحه مصر قريبا وراح اشوفها اكيد. طبعا في عندك تحيه خاصه من كل طلاب الجامعه الامريكيه في العراق من سولين احمد، كلهم بوجه لك اجمل التحيات. تحياتي لهم. وبيطلبوا اغنيه اودعك بودعك. وفي عندك سؤال، شو هي علاقتك بهيثم يوسف؟ طبعا من ديانا سوريا. شو هي علاقتك بايمن؟ شو هي علاقتك بهيثم؟ حلو، حبيت الاسئله. بعد ما سالناك عن علاقتك بمحمد بعد. اوكي. هيثم شوفي بدهم اغنيه قلب قلب. قبل ما نجاوب عليك الاسئله بصراحه انا كمان حابه ان اسمعها منك لانها اغنيه رائعه. انا ما حابه ترى حد عندنا هيك على السريع. قلب قلب وين وين غايب علي يوم وين، لا تغيب اكثر حبيبي خاف اموت من الحنين، بس 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 ميو. شكرا كثير رحومه. كمان بالنسبه لاغنيتك خلينا نحكي شوي عن البومك، هل انت رح تنزلي اغنيه سنجل ولا رح تعملي البوم؟ لا كلهم سنجل، لانه البوم يعني انا بما اني قاعده انتج لوحدي فما عندي تكلفه البوم صراحه، وبعدين البوم يراد له شغل ويراد له اداره ويراد له. ليش ما تنضمي لشركه انتاج ولا انت فضلتي انك تنجي لنفسك؟ بدايه انه حلو واحد يبلش وحده بعدين حتى يختار الشركه اللي هو بده اياها. شو هي شروطك رحومه؟ يكون عنده بيت وسيارتين. هل عندك شروط للشركه يعني؟ يعني عادي يكون يعني الطرفين راضين على العقد، ويكون الحق يعني ما بيكون في طرف مظلوم بالعقد. انا افضل هيك اكيد. بس ان شاء الله يا رب كل احلامك تتحقق، البيوت والسيارات والشركات. لا انا الذهب والماس كله كله يا رب يا رب كله يتحقق. هذا كله رايح في محبه الناس وفي حبك لاهلك وفي هاي العشره بين الناس والحب، هذا ما يروح. الفلوس والذهب والسيارات كلها رايحه، كله الواحد ما اخذ معه شيء الا اعماله. والله انا بنظري واحد يعمل يسوي زين بالدنيا حتى اذا مات الناس تقعد تترحم له وتقول يا الله ايش قد كان طيب هذا الانسان. هاي احلى كلمه ممكن تنقال. ان شاء الله يا رب. طبعا انت رحومه انسان بعيد طيب. الشر عني وعنك وعن السامعين ان شاء الله يعني. لا انت بالفعل انت انسانه طيبه وبتستاهلي، واكيد يعني الناس ما حبتك من فراغ، حبتك عشان انت انسانه بيضه من جوا، انسانه نظيفه، وهذا الشيء صدقيني الكاميرا بتفضح. يعني الكاميرا ما عندها مونتاج، خصوصا لما تكوني مباشره على الهواء كل التفاصيل بتطلع. هذا هو سر نجاح رحمه رياض. رح نتوقف مع فاصل اغنيه طبعا اهداء لاحلى رحومه وبنرجع لكم. بسيطة لو أريكم وشوفكم عذابي، بسيطة ظلمتوني وحرمتوني شبابي، بسيطة لو أريكم وشوفكم عذابي، بسيطة ظلمتوني وحرمتوني شبابي، جرحتوني وأنا المجروح سامح. لا خليكم
طبعا كل الموجودين معنا بالتشات هادو بسيطه لكل حساد رحمه رياض. رحمه اهداء مني رحمه لمين بتقول بسيطه غير الحساد؟ ما تصدقين ولا مره قلتها بسيطه، قلتها بالاكاديميه بس. لمين قلتيها بالاكاديميه؟ للكل بسيطه. عرفتي شلون؟ بس ما يعني اقول بسيطه بس على الفاضي ما اسوي شيء. راسا انسى. في ناس كانوا عم يسالوا اذا انت مرتبطه، طبعا احنا جاوبنا على هذا السؤال من شوي. سولين احمد بتسالك هل انت حققت طموحاتك ولا لسه؟ اكيد لسه. لسه اكو هواي اشياء اتمنى اسويها يعني. لسه عندي يعني كليب خلصنا اريده ينزل وياخذ نجاح ان شاء الله. ومغلطته نفس الشيء. ويعني غير نجاح ستار اكاديمي اكو نجاح اللي هو انت تستمرين بعد ستار اكاديمي. صح. فان شاء الله راح احاول استمر مع انه الخطوات صعبه جدا. هذا هو صعب لانه ستار اكاديمي عندك فريق عمل دعمك، ولكن هلا بالفعل الاختبار الصح لرحمه كيف تستمر؟ معنا اتصال العراقي احلى احلاهم. العراقي احلاهم، هلا فيك. احلاهم هلا هلا، شو الاخبار؟ هلا السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ريت تسمعنا مباشرة من التليفون وشوي توطي صوت التلفزيون بعد اذنك حتى نسمعك واضح ونعرف نتواصل معك ومع رحمة بعد. سامعني العراقي؟ نعم سامعك. ايوه سامعينك، تفضل. شو حابب تقول لرحمة؟ هل عندك اي سؤال؟ رحمة هلا. انقطع الخط مع العراقي. معنا اتصال ثاني. الو هلا، معي مين معي؟ الو هلا، مين معي؟ مع الثغرة اليمن. هلا فيك وتحياتنا لكل جمهورنا العراقي في اليمن. تحية لليمن كبيرة كبيرة كبيرة. لازم نوقف وناخذ تحية. على حالك يا عبد.